السلام عليكم، مرحبا بكم الناس كل، ان شاء الله تكونوا بخير كالعادة. معكم محمد من تونس، عايش في اوكرانيا. ان شاء الله تكونوا بخير كالعادة. نحبكم تدعموا القناة، الا ما عملش اشتراك يعمل اشتراك. مرحبا بكم الناس كل. حبيت نحكي في موضوع صغير برشا، مش باش نطول عليكم برشا في الفيديو، على خاطر عندي فيديو ان شاء الله نحضر في فيديو باهي، فيديو معناها في برشا معلومات تهم الناس اللي تحب تجي لأوكرانيا. حبيت نحكي على حاجة موجودة في أوكرانيا، الناس اللي في بالها كي تجي لأوكرانيا باش تلقى أوكرانيا جنة. راي أوكرانيا ما هي الجنة، الجنة تنجم تكون مع بعد ما تولي انت عندك، تنجم تكون الجنسية، وتنجم تكون عندك مشروع في أوكرانيا، وتنجم معناها انت تولي أوكرانيا بالنسبة لك انت جنة. اما الشخص اللي جاي لأوكرانيا معناها جاي وما نعرفش بالضبط شنو السيتياسيون اللي جاي فيها، وش يجي يكون يحب ولي عنده برشا فلوس، هذه رأي فكرة خاطئة جدا، فكرة غلطة. جاي لأوكرانيا وفي بالك باش تكون في أوكرانيا باش تعمل فلوس، هذا مستحيل، إلا في حالة واحدة تنجم تكون عندك الجنسية الأوكرانية تتحل برشا بيبان. إذا أنت عندك أشياء معناها عادية كما عند الناس كل، ناس هوني في أوكرانيا، ناس تخدم على رواحة، ناس كارية معناها وتخلص في كريت، تخلص في ضوء، تخلص في ميت، تخلص في غاز، معناها إلا عنده زاد أطفال، مصاريف إلى خيري إلى خيري، معناها مصاريف المدرسة. أنتو ما تعرفوا الشيء هذا، معناها فكرة اللي بش يجي لأوكرانيا بش يكون ويعمل برشا فلوس، هذه رأي لازمك تنحيها من مخك كنت يجي لأوكرانيا. علاش؟ باش تجي تبدأ مرتاح، تعيش بلا موجود، بلا معناها متوفر عندك، ولكن نحي هالفكرة من مخك جاي لأوكرانيا باش تكون، نحيها باش تعيش مرتاح، ما تبداش على أعصابك وستريسي، تستريس معناها يبدأ يهز فيك وينفض، وتبدأ معناها أمورك متعبة. جاي لأوكرانيا بعد زوجتك، جاي لأوكرانيا ما نعرفش كيفاش معناها السيتياسيون بتاعك، جاي باش تستقر في أوكرانيا، لازمك ما توترش أعصابك وما تستريسيش روحك، باش نكون وباش نعمل وباش نشري وباش ندير، هذا كله في وقته، هذا كله يجي من بعد، كل إنسان وكيفاش الظروف متاعه. أما أنت ننصحك تجي لأوكرانيا، عدي 4 سنين 5 سنين معناها وتنجم بعد تمشي معاك الأمور، وتنجم تاخذ جنسية، وجوك يبدأ أحلى جو.